اختراع محلول يحول الورق إلى قماش. شوفت عينكم يا جماعة الخير، شوفوا جايين لا مستعدين للدراسة وأصلا مو بوجيه دراسة، ذولي لا كتب لا ملابس، هذا لكم قدامكم. أبا يا عامر، كل هذا حصل منك؟ لكن هين هين الوعد عندي في البيت، عشان كده أمس ما جيت البيت. ها فتبت يا واد يا داشر، كنا صراحة من ياسر وين كنتم في ملابس؟ وين كنتم؟ احنا كنا في ال في الاستراحة. أنا اللي مستغرب يا جماعة الخير أن الثلاثة هذولي من خيرة الطلاب عندي في المدرسة، خاصة عامر ما شاء الله عليه، خصوصا في مادة الكيمياء. لك وش تقول؟ رفقاء السوء والعياذ بالله. اسمع يا أستاذ، أنتم لكم اللحم وللعظام. والله أنا أقول مدام جو اليوم وجيههم هو بوجيه دراسة ولا هم مستعدين، أنا أقول خذوهم معكم، ثم إذا جاباتر الله يحفظك ويطول في عمرك أنا لي تصرف من ثاني معهم. من صاحب هذا الاكتشاف؟ أنا الحالي طال عمرك، وصدقني هالاختراع هذا ما جاء إلا بعد تعب سنين وسهر وخلها على الله، بس الحمد لله بالنهاية نجحت. وبصراحة يعني أدائك الوظيفي يكاد يكون سيء للأمانة، يعني عليك بعض الملاحظات وبعض التأخيرات، لكن بعد الاكتشاف هذا راح يشفع لك عند الإدارة. إلا وين سويته؟ في المختبر طال عمرك، وأنا تواصلت مع الوزارة وبيرسلون بكرة مندوبين من عندهم علشان يوثقون اختراعي. وقال بكرة بتجي لجنة توثق الاختراع. وش ذا القهر يا عيال؟ دبروني اروح اشتكيه. تشتكي عند مين انت؟ وجهك وانت طاب في المدرسه ومسوي فيها مخترع، تبي تنكب نفسك وتنكبنا؟ طيب الحين وش الصوت؟ والله قهر، والله قهر. لا تبكي، لا تبكي يا عامر. ما بكيت انا يا درج، اصلا مو بانا اللي ابكي عشان اختراع. لا تكابر وامسك نفسك، خليك راجل، الحل عندي. وهذا اللي حصل مع عامر وشكر شو ياسر. تبغى الدليل؟ ارجع للكاميرا. انا بمشي على كلامك، لكن إذا طلع كلامك هذا مو بصحيح يا ويلك يا ويلك يا سواد ليلك، لأنهم بيدخلون في مشكلة كبيرة وبتكون أنت السبب. متأكد من كلامي 100%؟ ترى أبويا موصيني إني أعمل بأمانة ولا أكتب على حد. يا شيخ راح أنتوا أمانتك بعرف، ترى نص سندوتشات المقصف اللي للطلاب ترك ما كل أنت أمان. الكاميرات معطلة وما فيه أي دليل على كلامكم. علمكم هذا اتهام خطير لمعلم بسرقة الاختراع، وما راح أمشيها لكم. وراي. قلت تبي الدليل انت وياه. الف الف مبروك، الله يهب لك قنبله بين عيونك يا مخلوق، عقبال ان شاء الله اختراع جديد. الله يخليكم ويطول عمركم، وصراحه قاعد تحرجوني انتم، انتم تخلوني بالحاله هذه احاول اخترع اشياء جديده. تستاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هذولي مندوبين الوزاره يقولون علشان نوثق المادة لازم انك تحضرها قدام. تفضل معنا المختبر.
بصراحة أنا لازم أعيد. لا تعيد ولا تكرر، خلاص عرفنا من هو صاحب هالاكتشاف. تفضل يا عامر. كفو يا ولدي، قواك الله. اقعد يا المخترع، توكم ما شفتوا شيء.